مرحبا بكم الناس الكل في خبر رسمي. مباراة الترجي الذهبي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري بحضور جماهير الفريقين. كنا قد أشرنا في مقال سابق أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأخير مباراة الترجي الذهبي التونسي ومضيفه شباب قسنطينة الجزائري لحساب ذهاب للدور الربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يحكوا على الشامبيونز ليغ، وستدور المباراة يوم السبت القادم على الساعة 8 ليلا بدلا من 5 بملعب الشهيد محمد حملاوي بمدينة قسنطينة وبإدارة الحكم المصري جهاد جريجة وبحضور جماهير الفريقين بعد ما كانت ويكلو الماتش هذا، بعد ان كان كما قلنا الكاف قد عاقب الفريق الجزائري بمباراة ويكلو. يعني رسميا المباراة نهار السبت القادم 8 متاع الليل بحضور الجماهير الفريقين.